كل شهر نحتاجوا واحد 70000 طن، يعني 70000 طن من الدجاج. حنا اكتيرمون يعني حاليا رانا في 113 طن، يعني هنالك فائض في الانتاج. هذا الفائض في الانتاج دونك الاسعار راح تهبط، الاسعار يعني هي لو كو دو برودكسيون تاعو والله بواحد 180 دينار. حنا اكتيرمون الفلاح ولا المنتج الاخر يبيع فيه ب 120 دينار، يعني هنالك خساره بواحد 80 دينار في الكيلوغرام. 60 دينار عفوا، دونك 60 دينار في الكيلو. لذلك ان يعني بمرافقه وزاره الفلاحه، الديوان الوطني لتغذيه الانعام، ومع المجلس الوطني المتعدد المهن اللي هو الكنيفه، امضينا اتفاقيه اطار، وهذا لمرافقه المربي وكذلك لتنظيم السوق باش تكون يعني السعر الدجاج مستقر على طول العام.